قزمت على اللونات، لقيت جيفك هيلي ومعه الموديل يونيسكس وما كانش يحبها، نقرق بيه نقوله بربي يا عمار قيسة خرجت عليه تقتل، تلمعه عجبته فك هيلي لقيت ما شبعتش بها وقت اللي هي صحيحة، وزيت فخيفة الكل اتكسرت، مش مقرب نبكي عليها، كان مش حشمة نبكي عليها اللونات. تخيلوا عنده صنعة ديما يحط اللونات فوق الكرسي، ديما نقولوا يا عمار راهو بالحق، يعني خاطر صارت ديجا قعد ديجا على لوناتو القديمة وتكسرت، ديما نقول له يا عمار ما تحطش اللونات فوق الكرسي. توا قبيلة احنا مروحين وانا طلعت الدنيا ظلام ما ليتهاش، قعدت بيان سور اختكم رويت لفينا معناها ما نحكي لكمش، طالعة نتقريت بالبرد دونك طالعة بكل ما اوتي لي من قوة. هاكم ريتو نحكي معاكم في موضوع جدي بالحق. العبيد اللي تحب تعاون والمحلة لازم الناس كل تعاون برسمي، خطر فما عائلة في وضعية صعيبة برشا، تو نهبط لكم لي كابتشور هوني اسهل باش تقراو معناها الام مريضة بالكم. ايا بونسوار، كيفما حاجة في الدريسينغ من